لو الحكاية فيها إن فيدي العين هنا العين بتاعت المية اللي هي المعدنية اللي بيقولوا بتسفل دي، هلك تعرف عنها إيه؟ عين حلوان طبعاً كانت مزار سياحي في الماضي في السبعينات، طبعاً كان بيجي سياح من جميع دول العالم وخاصة السياحة العلاجية، وما كانت برضو في نفس الثمانينات والتسعينات لغاية في من سنة 2000 أصبحت مكان مهمل، وأصبح ما قالوا إن هم هيطوروا المكان، لكن للأسف الشديد بقالها أكتر من حوالي 6 سنين أو 7 سنين مغلقة، وطبعاً ما فيش طبعاً أي تطوير في المنطقة، حتى كمان المكان اللي جنبها مهمل اللي هو المتحف برضو مغلق بقاله طبعاً حوالي 5 سنوات من 2009 وهو مغلق. في طبعاً أمور كتيرة في المنطقة محتاجة حلوان إن هي يتم تطويرها وإعادة تشغيلها مرة تانية، لأن دي تعتبر معالم رئيسية وسياحية في حلوان، وتعتبر نوع من مصادر الدخل القومي للبلد. المكان دول أنا من في حلوان مثلاً من سنة 70، لأن أنا طبعاً من سكان المكان هنا من سنة 70، وكانت مزار سياحي بيأتي للسياحة العلاجية الاستشفائية، لأن المياه بتاعتها مياه كبريتية كانت بتشفي بعض الأمراض الجلدية، وكان بيفد إلى هذا المكان عدة سياح سواء عرب أو أجانب أو أبناء المنطقة أو من مصر من جميع ضواحي مصر، كان بيأتي السياح لهذا المكان قصدين السياحة العلاجية إلى جانب السياحة الترفيهية في المكان. الحكومة قفلت المكان ده قبل كده ورجعت فتحته تاني؟ لا، هي مش قفلته، هي كانت كان في مستثمر، احنا مما سمعناه يعني كان في مستثمر ياخد المكان بنظام استثمار اللي هو البي اي 2، لكن ما تمش الاستثمار للمكان والمكان مغلق زي ما انت حضرتك شفتي، نفس الحكايه برضو المتحف اللي المجاور ليها برضو مغلق يعني. انا سمعت ان العين دي لما جم يقفلوها الميه اتحولت لحاجه. لا، هي ما اتحولتش، هو في مصادر موجوده في الناحيه الثانيه، في مصدرين موجودين، تم غلق المصادر بحيث ان هم يتم التطوير بعد ذلك، ولحد الان طبعا المصادر مغلقه، لكن المياه في بعض من التسريبات البسيطه موجوده في المجرى المائي.